السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا مع الناس. الحقيقة احنا هنبدأ يعني بداية مختلفة في هذه الليلة بخبر مهم، لأنه كلنا الحقيقة متأثرين به وبهذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. النهاردة المصادر الرسمية أكدت أنه هذا الارتفاع مستمر، ولما نقول مصادر رسمية فاحنا بنتكلم عن الأرصاد والمعنيين به. يعني هذا الارتفاع سيكون لمدة 4 أيام. عشان كده وزارة الزراعة الحقيقة ممثلة في مركز معلومات تغير المناخ وجهت مجموعة من النصائح والتحذيرات للمواطنين بغرض ان احنا نعدي هذه الموجة، لان حضراتكم عارفين قد ايه بيكون ارتفاع درجات الحرارة له تأثير سلبي. مركز معلومات تغير المناخ نصح المواطنين نشرب مياه كتير جدا، كمان الابتعاد عن الوقوف المباشر تحت أشعة الشمس، وحاجات تانية كتير لها علاقة بالسلوك والتواجد في البيت، وكمان حتى أنواع الملابس اللي ممكن نلبسها لو إحنا خارج المنزل. خلونا نعرف كل هذه التفاصيل من السيد دكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة عبر الهاتف. دكتور محمد مساء الخير. أهلا وسهلا يا فندم، مساء النور. محتاجين الحقيقة حضرتك تطمن الناس ونتكلم بشيء من التفصيل عن طقس هذه الأيام والأيام المقبلة، وإذا ما كنا في طريقنا إلى ذروة درجات حرارة، لأنه الأخبار بتقول إن إحنا ربما يوم الجمعة نصل إلى ذروة. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني خلينا نعرف إن إحنا ما زلنا في فصل الربيع. تفضل يا فندم. يعني فصل الشتاء، فصل الصيف، يعني تقريبا أمامه حوالي حاجة وعشرين يوم ونبدأ فلكيا في بداية فصل الصيف الفلكي في مصر، ولكن طبعا الصيف المناخي لا يعترف بهذه المواعيد بسبب ما يسمى بتغير مناخ. فيعني ما هو متوقع خلال الأيام القادمة وخاصة بداية من بكرة الأربع، أيوة، والخميس والجمعة والسبت، هذه الأيام متوقع فيها أن ترتفع درجات الحرارة بقيم قياسية، قيم كبيرة. وبالمناسبة عشان بس الناس عارفه، اعلى درجه حراره في السنه مش في الصيف، في الربيع. يعني دايما معروف ان الحراره بتتخطى 44 او 45 او احيانا اكتر من كده فقط في الربيع. ده في تفسير علمي للكلام ده يا دكتور محمد؟ طبعا لان الربيع بتتلقى فيه احيانا المنخفضات الجويه المسؤوله عن الصيف، منخفض الهند الموسمي، منخفض السودان الموسمي، منخفض شرق المتوسط الحار احيانا، المنخفضات الفرعيه اللي بتيجي او السطحيه احيانا اللي بتيجي من الجزيره العربيه او من غرب او من شرق ليبيا، كل هذه المنخفضات تمام احيانا تتلاقى في فصل الربيع. اما في الصيف بيكون المسؤول عن الصيف هتلاقى منخفض السودان الموسمي، واحيانا امتداد منخفض الهند الموسمي، واحيانا السودان بيكون مسؤول عن محافظتين ثلاثه في مصر، اسوان، الاقصر، هنا. ومنخفض الهند الموسمي ده اللي بيعمل الصيف فعليا، ولكن ممكن يجي يعمل الموجه حاره ويمشي بعد كده. اما في الربيع بتتلاقى ممكن ثلاث اربع منخفضات بيتلاقوا في توقيت واحد، فيعمل لنا ارتفاع قياسي في درجات الحراره بالقيم اللي انا بقول لحضرتك عليها. فمتوقع ان يكون هناك ارتفاع كبير في درجات الحراره. المشكله ان هذا الارتفاع يصاحبه نشاط واضح للرياح، طالما نشاط للرياح في فترة حارة أو في موجة حارة بيبقى على طول رياح محملة بالرمال والأتربة وبيبقى اتجاهها جنوبي دايما، بتبتدي تضرب بقى في الغالب المناطق القريبة من الجزيرة الصحراوي، تضرب بعض المناطق في الوادي والدلتا، ولكن هذه المرة هو هتركز أكتر على مناطق الوجه البحري وشمال الصعيد. يعني الارتفاع ده على كل الانحاء، لكن هيكون زياده شويه على بعض الاماكن يا دكتور، ان صح لا ده الرياح، النشاط الرياح المحمله بالتربه والرمال هتبقى مركزه اكثر على شمال الصعيد وعلى الوجه البحري. الوجه البحري الايام اللي عدت لما كان في موجه من في نشاط للرياح كان مركز اكثر على مدن الصعيد. طيب ده بيستلزم الحقيقه من المواطنين الحذر والحرص واتباع بعض التعليمات والنصايح، فلو حضرتك بتنصح المواطنين في هذا الاطار خلال الاربع ايام المقبله وهذه التغيرات يا دكتور محمد. هو محدش يقعد في البيت ومحدش، يعني الناس تقوم بنشاطها الطبيعي جدا، ولكن فتره الظهيره نبعد تماما عن الاتصال المباشر بالشمس. يعني من الساعه 12 لغايه الساعه 3 ما اقعدش في الشمس فتره طويله، او اكون لابس غطاء راس ابيض، الملابس تكون فضفاضه لونها فاتح. يعني الناس اللي طبيعه عملهم بيتواجدوا في الشمس غصبا عنهم
زي العمال البناء وغيره والمدلعين، بيبل بس غطاء الراس، بيشرب ميه كتير وسوائل كتير. دي مهمه جدا، لو قدر عصائر او فاكهه طبعا يفضل كتير جدا، لانها بتحفظ اتزان الجسم والضغط الاسموزي بتاع الجسم. لو شربت ميه زياده عن اللزوم بيقلل نسبه الاملاح في الجسم، ده في حد ذاته برضه بيعمل مشاكل. ده كل دي حاجات مهمه جدا. المزارعين المحاصيل الموجوده يجب ان يكون في تقريب لفترات الري، في ريه مهمه جدا بكره الصبح بدري لمعظم الزراعات الموجوده، اضافه مركبات زي حامض الفولفيك وزي مركبات المغنيسيوم بتساعد النبات على الامتصاص، لان في ساعات ذروه الحراره في الصيف في الظهيره ممكن النبات يتوقف عن الامتصاص، فهذه المركبات مهمه جدا. هيكون في اي مشاكل في القياده دكتور صباحا او مساء او في الظهيره؟ طبعا هتنصح قائدي السيارات موضوع يعني القياده لمسافات طويله على الطرق السريعه، وخاصه في محافظات شمال الصعيد او الصعيد بيبقى درجه الحراره مرتفعه زياده عن اللزوم، يعني يفضل ان هو يكون في حته شويه ان انا ما يكونش في اتصال او تواصل للقياده، اريح العربيه شويه وهكذا. الحاجات دي كلها طبعا من الناس كلها عارفاها، بس يفضل انها تحصل. احنا بنذكر من باب وذكر يعني. طيب دكتور محمد، ان شاء الله ربنا يحفظ مصر ويحفظ الناس. انا عندي سؤال بس لو تاذن لي، حضرتك عارف حجم الاجهزه اللي بقت الاسر تستخدمها، كل افراد الاسره يعني، من اجهزه تليفون محمول، اجهزه تلفزيون، اجهزه مختلفه، تكنولوجيا متطور جدا طبعا بالاضافه لللابتوب او اجهزه الكمبيوتر. لو حضرتك فيما يتعلق بالتعامل مع مثل هذه الحاجات، هل في تاثير كبير للحراره، وازاي نقدر نتجنب اي مشكلة أو خطأ يعني لهذه الأجهزة؟ البعض متصور أنه ممكن يحدث نوع من الانفجار. أولا في العربيات المركونة يفضل لو عربية مركونة في حتة آمنة يعني أهول إزاز شوية، لو في كحول في العربية، في لابتوب في العربية، في حتى لو كان حاجة ساعة في العربية، كل ده يتشال من العربيات في التوقيتات الظهر في الثلاث أيام اللي جايين دول. مهم جدا الشغلانة دي عشان ما فولش العربية على الآخر. أحيانا دي بعض النصائح بينصحوها برضه، طالما هيبقى مركونه عشان ما يحصلش تمدد للبنزين ويحصل لا قدر الله مشكله. الامور دي كلها امور بسيطه جدا وسهله جدا الناس تعملها، وسهله جدا الناس يحافظوا على نفسهم خلال هذه الموجه. نقدر نقول برضو ان يعني هي موجه معتاده، ولكنها طبعا جايه بعد شتاء وربيع، فيعتبر اول موجه حاره هنصطدم بيها، فبيبقى ليها بعض الاحتياطات شويه. طبعا ده غير لو الموجه جت في الصيف بيبقى طبيعي يعني شويه، فالناس تخلي بالها. يعني ده فترة تغير فصول واحنا دخلنا في نطاق الدول الحرة. عموما انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة. الحقيقة انه بالتزامن مع هذه الموجة الحرة اللي بتشهدها البلاد حاليا، زي ما ارينا الخبر لحضراتكم موضح كمان الدكتور محمد علي فهيم، البعض ارسل او بعث يسأل عن الأدعية المأثورة، هل في بعض الأدعية مأثورة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه وقت الحر القائض أو الحر الشديد يعني، وكيف كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحر الشديد؟ تعالوا نعرف يعني، من الأهمية بمكان أن نتعرف أيضا على مثل هذه الأمور من خلال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. دكتور محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أستاذ شريف. ربنا يخليك يا دكتور. هل ثبت عن نبينا المصطفى كلمات أو أدعية مأثورة للوقاية من الحر الشديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أستاذ شريف بأن مثل هذه الحالة حالة التغيير دي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في كونه، والإنسان لابد أن يعني يوقن بهذا ويؤمن بهذا. فالتغيير من سنن الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نعم. وفي مثل هذه الأحوال الإنسان يكون في احتياج دائم إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا ملجأ ولا منجأ إلا الله سبحانه وتعالى. صحيح. هو العليم القدير اللطيف الخبير. في هذه الحالة وهذه الأحوال التي تمر بالإنسان، يلجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. أن تمر هذه الأحوال وأن تكون بردا وسلاما على الإنسان وعلى المجتمع بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه. لو نظرنا في الشرع الشريف نجد أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى بعض الأدعية التي يمكن للإنسان أن يدعو بها وأن يعني يسر الله سبحانه وتعالى معه، وأن تمر عليه مثل هذه الأحوال التي قد تكون صعبة على
الإنسان تمر مرورا سهلا ميسورا إن شاء الله. أفضل حاجة وجهنا إليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذكر. الذكر. الذكر بمعنى أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وأن يقول الحمد لله رب العالمين. بعض الأدعية أو بعض الروايات التي جاء فيها الدعاء والذي وجهنا فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للتعامل مع مثل هذه الأحوال، بعض الروايات تقول أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم حار ألقى الله عز وجل سمعه وبصره إلى أهل الأرض. هذه الرواية يعني سنجد فيها التوجيه النبوي الشريف للتعامل مع مثل هذه الحالات التي تمر بالإنسان. نعم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم حار ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل الأرض. فإذا قال العبد، هنا الدعاء الذي نحتاجه، فإذا قال العبد لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم؟ اللهم أجرني من حر جهنم. صحيح. قال الله عز وجل لجهنم إن عبدا من عبادي استجار بي منك وإني أشهدك أني قد أجرته. هذه الرواية نجد فيها أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن العبد واجه اليوم الحار بذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الذكر كما جاء في التفاسير، هذا الذكر هو أقوى وأهم سلاح لتغيير الحالة التي تمر بالإنسان. نعم. حتى سيدنا يونس عليه السلام مثلا في سورة الأنبياء لما ابتلي بما ابتلي به، الله سبحانه وتعالى قال وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. نعم. هنا أتى بذكر، أتى بذكر الله سبحانه وتعالى، كان الجزاء فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ولذلك فإن أهل الله سبحانه وتعالى يقولون الذكر أقوى سلاح لأن تتغير الحالة وأن تمر على الإنسان مرورا كريما. فيبقى الدعاء اللي ممكن ندعو به والذكر الذي يمكن أن نذكر به هو أن يقول الإنسان لا إله إلا الله، اللهم أجرني من حر جهنم إن شاء الله يا رب. أنا بشكرك شكرا جزيلا فضيلة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على هذه الإطلالة. الحقيقة كمان هذا الكلم بيذكرنا فكرة الحر القائض. كانت حمدونة الأندلسية لها يعني قصيدة طويلة تقول فيها، يبدو أنه كان قول يمشي في صحراء الجزيرة العربية في يوم حار، فبتقول عن إزاي هم قدروا الحقيقة يقيهم من هذا الحر. يعني واد بتقول وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم فحنى علينا حنو المرضعات على الفطيم. شاهد في تقديري إيه؟ أنه ليس هناك من هو أكثر حنوا وحنانا وخوفا على الإبن كما الأم، هذا هو الرضيع. فيتصف أنه هذا الوادي الذي وقاهم الحر هو الأمر بالضبط يشبه يعني ما تقوم به الأم الحنون مع طفلها أو مع رضيعها. يعني ندعو الله أن يحفظ جميع المواطنين وأخواننا خلال الأيام المقبلة. هذه الأمواج الحارة سوف تتكرر كثيرا، لأنه بشكل عام خلال 10-15 سنة اللي فاتوا يقول العلماء أن احنا دخلنا في نطاق ما يسمى الدول الحارة بسبب زيادة النشاط البشري وهذه التغيرات المناخية الكبيرة. خلوني أخذ مع حضراتكم خبر تاني الحقيقة يستحق أن نسلط عليه الضوء، وهو موضوع إنساني لرجل مصري بسيط وأصيل اسمه عم نور. عم نور بيشتغل سواء تاكسي، كل يوم الحقيقة بيدينا درس في جبر الخواطر وعمل الخير. ليه بنقول الكلام ده؟ لأنه عم نور الحقيقة سنه 72 سنة، ربنا يمتعه بالصحة وطولة العمر، وهب نفسه وسيارته لنقل مرضى معهد الأورام والمستشفى بشكل مجاني تماما، بمعنى أنه ما بياخدش أي رسوم ولا مقابل لتوصيلهم بالتاكسي بتاعه. عم نور بيعمل كل ده ليه؟ هو علشان مؤمن بأهمية مساعدة الناس وبأهمية جبر الخواطر. بيعمل ده علشان شاف موقف لأم طفل مريض ما كانش حد عاوز يوصلها، فأثر فيه جدا هذا الموقف وقرر أنه يوهب نفسه ووقته وشغله وأكل عيشه علشان يكون في مساعدة المرضى ويخفف عن أهاليهم. ندعو الله أن يكون
يعني المولى سبحانه وتعالى في معيته. يقول رسولنا الكريم: خير الناس أنفعهم للناس. احنا معانا على تليفون عم نور سائق التاكسي بالجيزة. يا عم نور مساء الخيرات. الشريف ازيك؟ ازاي حضرتك؟ ربنا يديك الصحة وطولة العمر وكل سنة وانت طيب. متشكر على صورتك في الشريف. ربنا يبارك في حضرتك. ده حقك علينا ومهم جدا الناس تسمع من حضرتك شخصيا. ايه فكرة التبرع بالتاكسي وحضرتك بتجيب الوقت منين والبنزين وشنط العربية وفكرة توصيل المرضى؟ يعني ربنا يديك الصحة وطولة العمر. والله أسئلة وديعة حضرتك. والله هو ساعتها بالنسبة للموقف مش فكرة حضرتك. الفكرة تبقى اختراع، أنا ما بخترعش حاجة لسبب. ألو سامع حضرتك، اتفضل. كلنا آذان صاغية يا عم نور، اتفضل. لسبب الفاكسين والجو حر كده والعربيه التكنيك ما كانتش الومنيوم، اما تضرب لقيت واحده قاعده كل شويه تقوم وتقعد تاني والتاكسي يعدي وبتاع. فالمهم العربيه ظبطتها ميه وقلت اتكل على الله ولا حاجه. راح فين؟ عم نور التليفون بس مش احسن حاجه، لو حضرتك بتكلمنا من تليفون محمول. مشكورا لحضرتك، بس تستقر في مكان واحد. الزملاء فعلا بيحاولوا يعني يحسنوا من الاتصال بإعادة الاتصال مرة أخرى زي ما قلت لحضراتكم. عم نور بيقدم الحقيقة نموذج مخلص للإنسان المصري العظيم. يا عم نور سمعني كده؟ حضرتك سمعنا؟ أنا سمعك. سمعني؟ طيب وإحنا سامعينك وأرجو إن حضرتك ما تتحركش من مكانك وانا بسمع حضرتك تاني. اتفضل كمل ما كنت يعني تحكيه لنا. يا استاذ شريف، هو موقف حصل لسبب سبب الاسباب اللي انا عملت الحاجه دي. هو ساعتها انا كنت ماقف جو حر وراكن العربيه عشان تبرد، لقيت واحده ست قاعده وشويه التاكسي يجي وتقوم بتقعد تاني. المهم ان في كانت عايزه تروح المنيف يعني، فقلت لها تعالي ست انا هتفضلك كده. لقيت ان معيش غير 40 جنيه، لان فاكر الرقم ده قياسي يعني بالنسبه لي انا 40 جنيه، وعشان خاطر كل شويه يقول لي كذا وكذا وكذا والكلام من ده. فقلت لها اتفضلي، جت تركب ورا جنبي، قلت لها اركبي ورا اتفضلي اقعدي ورا. وارقام تليفونات يا ستي، لا يا ربي ما كانش ارقام تليفونات بتاعتك من الايام. فقلت لها سعادتك اوصلك المنيب يعني. طب وصلت حضرتك ما بقتش معاها، اتضح الامر انها بتيجي كل 15 يوم، ما فيش طبعا هناك 57 ولا كيماء ولا حاجه زي كده. ايوه اديتها رقم تليفوني حضرتك اللي هو من المحمول، وخدت ارقامها وبتقدر اشر معاها حضرتك لغايه ما الموقف انتهى يعني. ومع عليه بعد كده ابتدت حالات زي كده كتيره يعني. نعم. بعد كده حضرتك انا اتنقلت من نقله، انا كنت اساسا تبع يعني ده انا مش بشهر حاجه بس طبعا مش في البرنامج يعني. انا كنت ساعتها كنت تبع الاورمان وتبع حاجات كتير انا واولادي والاسره كلها كامله، ولاد صغيري والكلام ده ولاد ولادي يعني. فساعتك التجأت رحت المخطط كتبت اليافطه دي كتبت اليافطه ساعتك فيها. حطيت اليافطه دي على العربيه؟ على العربيه حضرتك. ايوه يا فندم حطيتها على العربيه على اساس ان الوقت. انت كل يوم بتعمل ده يا عم نور ولا اوقات معينه من يومك؟ لا يا ولا لا انت مخصص وقت ازاي وفكره لا العربيه لا والبنزين؟ هو 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 سعادتك انا يوميا من 12 الظهر لغايه الساعه 3. سامعني حضرتك؟ سامع حضرتك. من 12 الظهر لغايه الساعه 3، دول الثلاث ساعات دول طالعين لله تجاره. بذاتك بتجي مع ربنا فيهم، ماليش ولا بنزين ولا تخفيض ولا حاجه، بالرغم ان انا بعاني من مواقف برضه حضرتك يعني. يعني مثلا بقف عند 57 احيانا او بعض الامراض. بس عندك بيطلع واحد بقى يقول لي اتفضل تعالى في تاكسي مجانا مش عارف ايه، ممكن واحد يقول لي ايه انا قلت لك عايز تاكسي، وفي واحد واخد بالك تاكسي او واحده كده برضه نفس النظام برضه، وفي واحد يقول لي ربنا جزاك خير يا حبيبي شكرا وبيركب معايا وصله ايا كان المشوار لغايه الساعه 3 حضرتك. ده بالنسبه للموقف. الناس كانت بتستقبل ده ازاي؟ وهل كان بعضهم بيبقى قلقان ولا حاجه؟ لا لا لا، ما هو انا اللي بيركب حتى بقول له بس سعادتك ثلاثة هم وده تليفون ليا وتليفون لابني واليافطة موجودة حضرتك اللي كنت عايز تجيب الشباب دول عايز تجيب يعني. اما من ناحية سبب بنزين وصيانة وكلام من ده، نحمد الله احمد الله احمد الله، لازم فضل رب كاتب. انا ما كان الكاتب واقف كاتب اللي كان عبد الله ولا ايمن ولا كيد والناس دي كلها ولا اسلام، بروح سيادتك اكون الاحمر بالعربية مفاهمين معايا. نعم. يعني يقول لك انت على الغيار بس واحنا معاك في هذا الوضع. شكر جزيل وموصول يا عم نور لحضرتك ولهذه المبادرة الطيبة، يعني هذه تجارة مع الله، وندعو دائما أن تكون في ميزان حسناتك. يعني هذا نموذج مقدر ومحترم، الرجل رغم أنه عمره 72 سنة يعمل إن صح التعبير صحيح التاكسي ملكه، لكنه
بحاجة إلى مصاريف للبيت وللإنفاق على هذه السيارة من إهلاك وبنزين وزيت وخلافه، وعلى الرغم من ذلك خصص وقت لمساعدة ونقل المرضى. وهذا هو التكافل الحقيقة في الإسلام، وسيبقى هذا الوطن الحقيقة أبي وعزيز وقوي بمثل هذه النماذج اللي بنشوفها زي عم نور، ربنا يديله الصحة وطولة العمر ويفضل الحقيقة كل اللي بيقدمه هو اللي زيه يعني في ميزان حسناته في الآخرة. الحقيقة دي كانت إطلالة سريعة على مجموعة الأخبار اللي عندنا. زي ما وعدنا حضراتكم هنناقش قضية مهمة جدا الليلة، لأنه الحقيقة تناولها مهم بالتفاصيل، فكرة التهرب الضريبي ما بين الشرع والقانون. بعد الفاصل مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. رجعنا لحضراتكم وبجدد التحية والترحيب مرة أخرى. زي ما قلنا أو معرضنا أنه إحنا هنناقش قضية في غاية الأهمية، لأنه الحقيقة تناولها بهذا العرض والنقاش من كل الجوانب كل فترة هو أمر مطلوب نظرا لتأثيرها الكبير على المجتمع وكمان خطورة ذنبها أمام المولى عز وجل. النهاردة هنناقش قضية التهرب من الضرائب وأيضا الجمارك ودورها إيه في التأثير على فقراء المجتمع، كونها نوع من أنواع الحقوق المستحقة من البعض للدولة وللغير أيضا، لأنه التهرب الحقيقة بيكون ليه مردود سلبي جدا على الدولة والمجتمع بشكل عام. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال هذا النقاش الذي نسعد به مع ضيفنا الكريم في الاستوديو، فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع غفير، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، الذي أرحب به بداية. أهلا وسهلا بحضرتك فضيلتك يا دكتور. السادة المشاهدين جميعا أهلا وسهلا. في البداية أعزائنا دكتور، عايز أسأل فضيلتك، هل الإسلام بيمنع جمع الضرائب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تحياتي لحضرتك أستاذ شريف في بداية البرنامج وللسادة المشاهدين جميعا، وإن شاء الله يكون هذا اللقاء مثمر ويوضح أو يميط اللثام عن موقف الشريعة الإسلامية من هذه القضية اللي فعلا يلتبس أمرها على كثير من الناس، بل ربما يغيب عن السواد الأعظم من الناس أنها واجب شرعي أو لها علاقة ما بالشريعة الإسلامية. عظيم. اسمح لحضرتك في البداية قبل ما نقول هل الإسلام يبيح جمع الضرائب ولا لا، ندي تعريف بسيط ما معنى الضريبة أو ما معنى الضرائب من المنظور الإسلامي. احنا مش هنتكلم باعتبارنا فقهاء ماليين ولا علماء اقتصاد ولا علماء قانون، لكن احنا عايزين نشوف هل علماءنا المسلمون في كتب السياسة الشرعية وفي كتب الاقتصاد الإسلامي تحدثوا عن الضرائب وعرفوها وادوا لها إطار عام قدمت من خلاله، ولا الموضوع ده يعني يعتبر كما يفهم الكثيرون ان هو مستحدث وطارئ على الثقافة الإسلامية. عظيم، دي بداية عظيمة جدا. نعم، الحقيقة ان احنا عندنا العلماء، علماء الاقتصاد الإسلامي وعلماء السياسة الشرعية، وده مجال فيه مئات الكتب التراثية اللي هي جديرة ان توجه الهمم لدراستها، تناولوا هذه القضية. يعني الإمام الجويني رحمه الله تعالى، وده من المنظرين الشرعيين الكبار جدا، له كتاب اسمه غياث الأمم في التياث الظلم أو بيسموه الغياثي، ده كتاب دستور في الاقتصاد والسياسة الشرعية، عرف الضرائب تعريف جميل جدا. قال إيه بقى؟ قال إن هي ما يأخذه الإمام من مياسير الناس وفقا لمقدراتهم أو مقدرتهم حسب ما تقتضيه مصالح البلاد. عظيم، يبقى ولي الأمر بياخد من الميسورين طبقا لطاقة أو لما تقتضيه حسب مقدرته مصلحة البلد. حسب مقدرته. والإمام الغزالي رحمة الله عليه وهو أشهر من نار على العالم يعني أضاف حاجة بسيطة جدا، قال إذا احتاجت البلاد إلى ذلك أو إذا خلى بيت المال من مصادر أو موارد للدولة تغني عن هذا المورد. عظيم. فإذا علماءنا عرفوا ده إن هي عبارة عن التزام مالي تفرضه الدولة أو تفرض ويفرضه ولي الأمر أو الإمام على الميسورين من الناس، يؤخذ منهم يوزع على فقرائهم أو يصرف في المصالح العامة التي تنهض بالبلاد وتحقق المصلحة للعباد. تمام؟ نفس هذا المعنى بقى جابوه منين الفقهاء؟ من قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، بعثوا إلى اليمن قاضي ووالي على اليمن، وبعدين قال له إذا ذهبت إليهم فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم صلاة
تؤدى كذا كذا، ثم أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهنا صدقة بعيدة عن الزكاة اللي هو ركن من أركان الإسلام، تماما، لتكون الأمور واضحة. وهذا يعني أيضا برضو من المزالق اللي بيقع فيها كثير الناس، أنه بيخلط بين الزكاة والضريبة. لكن أنا بأدي زكاة مالي، يا سيد الحبيب، الزكاة شيء والضريبة شيء ثاني. الزكاة حق الله في المال، الضريبة حق الدولة. الزكاة لها مصارف معينة شرعية، الضريبة لها مصارف تانية خالص. الزكاة تؤدى بلا مصالح أنت بتحصلها ولا حقوق أنت بتجنيها، الضرائب أنت بتدفعها مقابل حقوق تحصلها ومقابل دولة. خدمات تنالها، طرق وصحة وتعليم ودعم في بعض الأشياء، وأمن وصيانة عامة لحقوق المجتمع. صحيح. ونهوض بخدماته ومرافقه إلى آخره. فالزكاة حاجة والضريبة حاجة تانية خالص. عشان كده اللي بيجي يحسب زكاة ضرائب أمواله ضمن الزكاة هو آسم، وهو مانع للزكاة بقولا واحدا. هل أباح الإسلام جمع الضرائب، أباح للدولة أو ولي الأمر أن تجمع ضرائب من مياسير الناس حسب مقدرتهم المالية؟ الصورة واضحة مما سردت فضلتك، لكن نعم. نتعرف على المزيد ونزيد الأمر وضوحا، فنقول حضرتك أن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنص كده، إن في المال، حديث فاطمة بنت قيس، إن في المال لحقا سوى الزكاة. بعض الناس ممكن يفهم إن حقا يعني حقا سوى الزكاة يعني صدقات. لو صدقات ما كانش قال حقا، صح ولا لا؟ صح. يعني صدقة تخرجها أو لا تخرجها، على المحسنين، إنما حق فهو واجب عليك. يبقى إذن مفروض واجب. إن في المال لحقا سوى الزكاة. ثم قرأ آية قرآنية فيها دلالة جميلة جدا، لما قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إلى آخر الآية. نعم. فآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. لما نحط الجملة دي بين قوسين هنلاقي أن هذه الأبواب والمصارف التي تحددها هذه الآية غير مصارف الزكاة تماما. نعم. فبالتالي لما يجي الآية النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في المال لحقا سوى الزكاة ويقرأ هذه الآية، يبقى معناها هذا المقصود، ما يحصله ولي الأمر من حقوق للمجتمع والنهوض بخدماته ومرافقه وغير ذلك. عظيم، الصورة واضحة تماما يا دكتور ربيع. وسيدنا عمر بن الخطاب حضرتك كمان مرة في وقت من الأوقات قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فوزعتها في فقراء المهاجرين. يا سلام، ده برضو أكثر دلالة ووضوحا يعني. صحيح. طيب، يبقى السؤال على طول المنطقي اللي بطرحه على فضيلتك، ما حكم من يتهرب من أداء الضريبة أو الرسوم الجمركية على سلع ما؟ الحقيقة أن الذي يفعل هذا الفعل والتهرب الضريبة أيضا له على فكرة برضو تعريف عند علمائنا الأقدمين، اللي هي الحيل التي يقوم بها مؤسسات أو أفراد أو شركات للتهرب من الضريبة أو تقليل النسبة المستحقة للدولة. وده بيكون من خلال ان انا بأدلي بمعلومات خاطئة عن نشاطي، او ان انا بأقلص ما بأدليش بكل المعلومات اللازمة عن نشاطي المالي او نشاطي التجاري، او ان انا بأعرض في المقابل حجم استهلاكي اكثر من الطبيعي. طبعا ده كله ارتكاب لكذب وغش وخديعة، وكل هذه خصال لا تليق ابدا بالمسلم. طبعا يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، فدي تعتبر خيانة وتعتبر للدولة وتعتبر خيانة للمجتمع، كذب وتعتبر كذب في نفس الوقت وتعتبر احتيال. والمؤمن منزه عن كل ذلك. صحيح. الإنسان يجب عليه أن يفقه في هذه القضية. ماذا يفقه؟ إن هو بيؤدي حق مجتمعي عام، وإن هو بيدلي بدلوه في خدمة المجتمع، وده نوع يعتبر نوع من عمارة الأرض. يا سلام. ربنا سبحانه وتعالى قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمركم يعني إيه؟ يعني طلب منكم عمارتها. الألف والسين والتاء دي حروف طلب، يبقى طلب مننا عمارة الأرض. وقال على المقابل تماما، قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحه. أليس حبس المال عن الخدمات الاجتماعية أو المجتمعية التي يقوم بها ولي الأمر، أليست هذا إفسادا في الأرض؟ طبعا. هو عين الإفساد في الأرض. فده طبعا بيخالف القرآن الكريم وبيخالف شرع الله سبحانه وتعالى. وهنا لابد أن يفطن الشخص إلى أن برضو احنا بنقول حاجة مهمة جدا جدا، إذا كان هناك إطار معين احنا بنراعي فيه في فرض الضريبة الالتزامات الشرعية المعينة، ده بيبقى أكتر
طمأنة للمسلم ان هو بيؤدي حق ديني او حق مجتمعي ولو صلة بالثواب والعقاب. لما انا اضمن ان هذه الزكاة هذه الضريبة ما فرضت الا تحقيقا للمصلحة العامة ولن تصرف الا في المصالح العامة، وان هذه الضرائب يراعى فيها العدالة المطلقة صحيح في تحصيلها في ضوابط ومعايير معتبرة جدا، ولا بد ان يكون هناك جهاز رقابي اداري محترم ومنظم يشرف على هذه الاشياء حتى يعني يصبح لدى الانسان طمأنينة وقناعة ان اللي بيؤديه ده بيؤدي لخدمة المجتمع وللنهوض وبيعود علي في اطار خدمات على طول مجددا وبيعود علي. نعم. طيب على ذكر الاحتيال والكذب نعم. زي ما فضلتك تفضلت دكتور ربيع، البعض بيلجأ لانقاص مال الضريبه او النسبه المقرره ادائها او استحقاقها للدوله نعم بطرق مختلفه من التحايل، والبعض الاخر يذهب الى حتى دفع الرشا للاسف الشديد او الرشاوى يعني نعم بالمعنى الدارج لبعض القيمين على الأمر، مش من جهاز التحصيل ولكن من بعض اللي بيساعدوهم لتقديم الإقرارات الضريبية إن صح التعبير يعني. شايف حضرتك الموضوع ده إزاي وكيف يرى الشرع هذا الأمر؟ الشرع رأى الموضوع ده، احنا عندنا صورة مطابقة تماما لهذا الوضع اللي سيادتك تفضلت بعرضه لما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعت واحد اسمه ابن اللتبية. ابن اللتبية ده واحد من الناس الرسول بعته عشان يجمع الصدقات من بعض القبائل. طبعا الصدقات يعني قصادها برضو لو احنا مثلنا الوضع ده في الضرائب، فالراجل راح فالناس اللي هم بيدفعوا له الصدقات بيقولوا له ايه، هذا لك وهذا لرسول الله، يعني ده الحق اللي انت جاي تحصله وخد ده ليك انت. نفس الصوره اللي بتحصل في كل زمان ومكان، عشان كده بقول لسيادتك لابد من رقابه ووضع قوانين حاسمه تحد من منابع هذا الفساد المالي والفساد الاداري علشان من امن العقوبه اساء الادب كما طبعا. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم فوجئ بالرجل ده جاي بيقول له يا رسول الله هذا لكم، شوف بقى الشفافية، وهذا أهدي إلي، ده حاجة بتاعتي. اللي بيدفعوا له المال ده مش بيدفعوا له عشان حبا فيه ولا رغبة في وجوده، إنما هم بيدفعوا له لأن هو ممكن من هذا المكان وإن هو موكل بهذه العملية معينة يعني. فقالوا له النبي صلى الله عليه وسلم غضب جدا وبدا الغضب في وجهه وراح طالع خاطب على المنبر بقى وقال لهم ايه، عشان ندي درس عام، ما بال العامل منكم نستعمله على العمل مما ولانا الله. اي عمل بقى، وشد تحتها خط زي ما انت عايز، نستعمله على العمل مما ولانا الله، فياتي ويقول هذا لكم وهذا اهدي الي، هلا جلس في بيت ابيها وامه فينظر ايهدى اليه ام لا، والله الذي لا اله غيره والذي نفسي بيده من أخذ مالا من غير حقه. أنا لازم أسأل نفسي المال اللي بيدفع لي ده علشان إيه؟ علشان صدقة معينة؟ علشان علاقة شخصية؟ لا، ده بيندفع لحضرتك علشان أنت اللي هتسلك هذا الشيء في الجمارك أو في الضرائب أو كده من هنا إلى هنا، أو أنت هتخفض هذه النسبة أو أنت هتتجاوز وتغض الطرف عنها. والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد مالا بغير حقه إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته. تخيل الصورة البشعة لإنسان بياخد رشوة معينة في قطاع ما أو في مجال ما، هيجي شايلها يوم القيامة على رقبته. شوف بقى هو شايل إيه بقى. صحيح. فلأعلمن رجلا من أمته، ده سيدنا النبي لسه بيقول الكلام ده، يأتي يوم القيامة يحمل على رقبته بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، شاة لها ضجيج وصياح. ثم رفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم فاشهد. فهي رشوة صريحة، لأن المعيار في هذا المال، أنا لو قعدت في بيتي ولم أكن في هذا المقعد أو هذا المكان، هل سيأتيني أم لا؟ هو ده الفيصل، المال ده حلال ولا حرام؟ طب الآن الموظف أو مأمور الضرائب أو مأمور الجمرك يتصرف إزاي إذا عرضت عليه رشوة بغرض التهرب من هذه الضريبة؟ جميل، هو لازم يعرف حاجة، هو ده الوعي، هو ده اللي احنا بنقول لازم كل مسؤول في مكان عظم موقعه أو صغر لازم عنده الفقه ده. هدايا العمال رشوة، هدايا العمال رشوة، إلا إنه يبقى إيه بياخدها بصفة طبيعية، أنا في صلة بيني وبين شخص ما فبيهديني سواء أنا في المنصب ده أو لا، لكن أنا مش بيهديني بشكل عام، فالأعلم أن هذا المال رشوة، والرشوة كل من يتصل بها ملعون والعياذ بالله. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الراشي اللي هو بيدفع، مرتشي والمرتشي اللي بياخد،
والرائش الوسيط. اليد الآثمة الوسيط الظالم اللي بيوصل من هنا لهنا، اللي بيزود من ده وبينقص على ده، سمسار الرشوة يعني. نعم. فكلهم ملعونون والعياذ بالله. طيب لو في شخص تهرب من الضرائب ومن دفع المستحق عليه لفترة من الزمن دكتور ربيع وتاب إلى الله، نعم، ما الذي يجب عليه فعله؟ يعني هل يقبل الله توبته مجرد أنه هو يتوب، ولا مطالب أنه ياخد بعض الإجراءات؟ شوف هقول لحضرتك، ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في قضية الذنوب بشكل عام قال إيه؟ قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي آية تانية بقى وسع دائرة المغفرة سبحانه وتعالى، قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما حدش أبدا يقدر يصادر على إنسان أو يقول إن باب التوبة في وجهه مغلق ما دام روحه في جسده، وما دام لسه ممتع بالصحة والعافية والعقل والإدراك. وورد في الحديث إن إبليس لما ربنا طرده من الجنة بسبب آدم قال لربنا وعزتك وجلالك لا أزال أضل ابن آدم ما بقيت فيه الروح، قال له عزتي وجلالي لا أغلق باب توبتي في وجه عبدي ما بقيت فيه الروح. يا سلام. بس علشان الصورة تكتمل يا أستاذ شريف لابد أن نعمل إيه؟ لأن احنا بنشوف فصام عجيب في شخصيات المسلم النهاردة، فصام فاضح وفصام مقزز الحقيقة. بتبص ياخد الرشوة ويروح يعمل عمرة، وياخد الرشوة ويروح يقدمها في الحج، وياخد الرشوة ويتصدق منها ويذبح ويطعم. يا أخي الحبيب هذا الفصام فصام مرفوض تماما. أنت لابد إذا أردت أن تتوب توبة صادقة نصوحا لله سبحانه وتعالى، من مكونات هذه التوبة إيه؟ أن أنت ترد الحقوق إلى أصحابه، يعني الإقلاع عن الذنب. ما ينفعش أتوب وأنا بعمل الذنب، أن أنا أندم عليه، الندم توبة كما قال صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، أن أنا أعزم على عدم العودة إلى فعل هذا الذنب أو المعاصي مرة، كما لا يعود اللبن إلى الضرع. رابعا بقى الشرط الإضافي بقى، أن أنا لو أنا ذنوبي متعلقة بمظالم أو بحقوق الناس لابد أن أرد هذه الحقوق إلى أصحابها، لابد أن أتحلل هذه المظالم، سواء مظالم مالية أو مظالم معنوية، غيبة ونميمة وإهانة وكذا. فأنا في الحالة دي مطالب بقى، أنا كلت حق مجتمع، أنا الرشوة اللي خدتها علشان أمرر خطأ أو أسكت على ظلم أو فساد أو كذا، هذه الرشوة أنا أخذتها فأنا ظلمت بها مجتمعا. صحيح. بمال عام لابد أن أرد هذا المال إلى مستحقيه. من مستحقوه؟ المجتمع، الدولة الـ 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 الأرض التي أمرني الله بإعماره. فشوف حضرتك كل واحد بقى هو الذي يستطيع ويحدد كيف يؤدي هذا المال إلى صاحبه الذي نهبه منه أو سلبه منه. طيب هو يقدر يحدد، ده شرط من التوبة برضو. لازم أسأل فضلتك، يعني إلى أي مدى يؤثر فكرة أو تؤثر فكرة التهرب الضريبي على المصلحة العليا للبلاد أو مصالح البلاد والعباد حتى؟ قطعاً قطعا هي إيه؟ لماذا يعني يحرم الشرع الحنيف عملية التهرب من الأموال التي يفرضها ولاة الأمر يعني لمصالح الناس أو إصلاح الأرض أو النهوض بالمجتمع وغيره؟ لأن ده ربما يؤثر ذلك مباشرة على مصالح الفقراء الذين يحصلون من الدولة مثلا مصالح معينة أو حقوق معينة. هو لا يعمل، أرباب المعاشات مثلا اللي هم لا عمل لهم، الناس اللي هي تستهلك ولا تنتج، القطاعات المستهلكة غير المنتجة، شق تمهيد الطرق والمصارف، والمصارف المائية، حقوق كثيرة جدا جدا منوطة بهذه الأموال التي تدفع كما قال الإمام الجويني من مياسير الناس. فإحنا إذا لم تدفع هذه الأموال واجتهد كل ميسور أو كل غني في أن هو يمنعها أو يقلل منها أو يتهرب منها بالشكل الذي يراه، سيؤدي ذلك إلى تعطيل المصالح وإلى خراب الدنيا وإلى ظلم الفقراء وإلى يعني التضييق عليهم. لأن إن في المال حقا سوى الزكاة، أولا كلنا لو أدينا زكاة أموالنا بإذن الله نقلص ما استطعنا من قصة الاحتياج، احتياج الفقير، لأن ما جاع فقير إلا ببطنة غني كما قالوا. لكن إحنا هناك مصالح عامة، هناك حقوق عامة، هناك نهوض بقطاعات زي الصحة، زي التعليم، زي الطرق، زي الأمن، زي هذه المصالح كلها بتحتاج إلى دعم
من ميسوري الحال من أبناء المجتمع، وبالتالي اللجوء إلى الكذب من أجل التهرب من الضرائب يمكن تأثير قول مباشر على شخص يأثم طبعا قطعا قولا. طب هل يمكن القول أنه التهرب من الضرائب كبيرة من الكبائر فضلت الدكتور ربيع؟ والله يعني الأمر هو حتة أن هو كبيرة من الكبائر، هو الكبيرة معناها كل ذنب توعد الله عز وجل فاعله بالذنب الكبير بالعقاب الشديد او بالغضب او بكذا، فنقدر نقول ان فعلا اذا ادى هذا المنع وهذا التهرب الى ظلم مباشر للمجتمع وتاثير مباشر على مصالح الناس وتضييع لحقوق الناس وتعطيل لخدمات النهوض بالمجتمع، طبعا ده ذنب كبير جدا. فكره المؤسسات سواء دينية أو غيرها ممكن يكون لها دور في توعية المواطنين بأهمية هذا الحق يعني وهذه الضريبة. أحسنت حضرتك، هو أنا رأيي دايما أن المشكلة الكبرى أو الحرب الأشرس من نوعها التي يواجهها ولاة الأمر في كل مجتمع وفي كل نظام وفي كل عصر هي مشكلة الوعي. يعني مشكلة الوعي هي المعركة الأشرس من نوعها التي يعاني منها كل المجتمعات في كل العصور. يعني حضرتك مثال بسيط جدا، الراجل اللي قتل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، هل تتخيل سعادتك أنه قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي أحد الخوارج في عهده ومن أشرس الناس؟ الراجل ده شأنه عجيب جدا، كان يحفظ القرآن الكريم، كان يعني تحقرون عبادتكم إلى عبادتهم وصلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ومات الرجل ده. ولما قتل سيدنا علي بن أبي طالب كان يظن في قرارة نفسه أنه يقدم أعظم خدمة للإسلام والمسلمين وللمجتمع الإسلامي. فالقصة تغييب للعقل، غياب الوعي هو أساس كل بلاء. ولو أن هناك وعيا أن أنا لما برمي ورقة في الشارع أنا بأفسد في الأرض، أنا مش هعمل كده. ان انا لو وطيت شلت ورقه من الارض وانا مش مطالب بده ولا دي شغلتي، بس انا باسهم في عماره الارض واماطه اذى عن الطريق وبادي منسك ديني، يعني الدنيا تختلف تماما. مشكله الوعي الحقيقه ان الوعي ان انا اعرف ماذا ما لي وما علي تجاه الله وتجاه الناس وتجاه ذوي القربة وتجاه الجيران وتجاه الوطن الذي احيا على سراه واستنشق هواءه وارزق من خيره وأتنعم فيه بنعمة الأمن والهدوء والاستقرار وغير ذلك. فالحقيقة إن مشكلة الوعي هي أساس المشكلات كلها، تبقى هي الركن الركين، تبقى هي الأساس، وهي القضية الأساسية لهذا المجتمع. ونحن أحوج ما نكون الآن في هذه الأيام وفي ظل هذه التحديات الحياة فضلت الدكتور لازم. ولذلك على كل جهة أو مؤسسة من مؤسسات صناعة الوعي وتوجيه الوعي قسط من هذه المسؤولية، وزارات التعليم، وزارة الأزهر الشريف طبعا، وزارة الأوقاف، مراكز الشباب، وزارة الثقافة، الإعلام، الجميع مسؤولون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والحفاظ على سفينة المجتمع ليس مسؤولية نظام أو هيئة أو مجتمع أو حكومة، إنما هي مسؤولية كل شخص يعيش في هذا المجتمع. هذا أفضل ما يمكن أن نختتم به هذا اللقاء الممتع الحياة مع فضيلة الدكتور ربيع الغفير، إنه الحفاظ على سفينة المجتمع هي ليست مسؤولية الدولة والأجهزة ولكنها مسؤولية كل من يعيش ويحيا على هذه الأرض الطيبة. شكرا فضيلتك، أسعدتنا، شكرا لحضراتكم. غدا لقاء جديد بإذن الله وحلقة جديدة من برنامجنا مع الناس. إلى اللقاء.